حاجه نسيتها، حنا في هذه الجلسه وهذا المنظر وكنعرض على المشاهدين، مرحبا بكم. مرحبا بكم شاد الخدمه العائليه هي تبارك الله. راه شوف كيزيدوا يشجعوا في التفاهه اللي كيخلي مول ذاك القناه التافهه كيزيد حتى هو في الانتاج ديالو، كيدير فيديو يوميا ولا جوج في النهار. علاش؟ لان كاين التافهين اللي ما عندهم لا ضمير لا حتى شي حاجه وكيتفرجوا ذاك التفاهه، الحماس ما بقاش، الرغبه ما بقاش. محمد محمد خرج عائليه، غادي نسولوه طلع ليه الدم اليوم، قلنا له دير لنا شي فيديو في اليوتيوب، ما بغاش يدير فيديو طالع له الدم كداك. ودابا انا غادي ندير له بزز منه. صافي لقيت له الموضوع، قلت له محمد تعاود لنا المعاناه ديالك مع يوتيوب، علاش ما كتبغيش دير الفيديوهات؟ اذا محمد غادي نديرو معاك واحد الاستجواب الصحفي في هذه الاجواء العائليه، هذا المكان الجميل والطبيعه الخلابه، وتعاود لنا كيفاش قررتي اليوم تجي لهذا المكان؟ كتصور؟ لا اش كتصور بصح؟ اش كنصور؟ كندير فيديو. لا لا كنهضر معاك، اش كتصور؟ كنصور اصاحبي، جاوبنا دابا، كندير معاك الاستجواب باش دير فيديو. هذا الفيديو خصك تهبطو تنزل. كنصور صافي اصاحبي، هذا شوف شوف ديرو في القناه ديالك، دور هذا ونشوف. علاش ندور ندور؟ يمشي ليا الفيديو، خلينا مصورين. بديتي زايده، قعدت تكسر عليك على المونتاج. عاود عاود السؤال. قلت لك كيفاش رشقات لك تجي اليوم لهنا لهاد البلاصه؟ واليوم السبت. نسيت راسي ومشيت عملت له هيدا عاود باش نجمع غير هاد الشيء اللي كيطيح. اذا هاد الشيء كان في المونتاج هاي. خلي كل شيء هذا. هذاك اليوم السبت. ومناسبة ديال الراحة ديالي، وجات عندي اختي كاينة الوالدة، وانت حتى انت اليوم مخداش، جات الفكرة نخرجو للطبيعة نشمو الهواء النقي، ونستغلو هذا النهار ديال الراحة ديالنا، وجينا هذا المكان تبارك الله. راه شوف شحال من عام وانا في طنجة، أول مرة جينا هذا البلاصة، السمية ديالها ما عرفتهاش. هاد الرياض هذا فندق طارق، فيلا هاريس، واش هاد البلاصه حتى هي السميه ديالها ما عرفتهاش، ولكن قلنا محمد علاش ما بغيتيش دير لنا فلوغ اليوم؟ ها؟ علاش ما بغيتيش دير الفلوغ اليوم؟ الفلوغ ماشي ما بغيتش نديرو اليوم، شحال هادي ما درتش فلوغ، ملي متبع القناه راه شحال هادي يشوف بان ما درت لا فلوغ لا والو، يعني قبل رمضان، السبب صافي كيما قلتي طالع ليا الدم، الحماس ما بقاش، الرغبه ما بقاش، كتشوف راسك كدير مجهود، كتصور كتسافر، ملي كنشوف بعض المرات القنوات ديال الطبخ، بزاف القنوات ديال الطبخ ما كيعجبني الطبخ كنتفرج فيهم، كنشوف مثلا شي قنوات مساكن هكا كيضربوا التمارة، يعني باش تقدم لك واحد الاكله ولا واحد الوصفه ولا حلوى ولا اللي كان، كتخسر فلوس، يعني كتشري داك المقادير وكتشري كلشي وكتخسر فيها فلوس، وعاد الخدمه ديالها والتصوير والمونتاج وداكشي باش تقدم واحد الحاجه الناس يتفرجوا فيها، يعني خسرات فلوس باش تقدم المنتوج، وكتلقى ما عندهاش الاقبال، ما عندهاش مشاهدات، كيفاش غادي تحس هذيك السيده ولا داك البنت اللي كدير داك المنتج ديالها في القناه؟ راه تحس بالاحباط، النهار على نهار، النهار على نهار، وما كاينش متابعه، ما كاينش مشاهده، ما كاينش تشجيع. في الوقت اللي كتشوف واحد المحتوى تافه، محتوى فوقي ما عنده لا قيمه ولا افاده، ما عنده حتى باش يفيد، وكتلقى الناس كيتفرجوا كيشاهدوا وكيزيدوا يشجعوا في التفاهه اللي كيخلي مول ذاك القناه التافهه كيزيد حتى هو في الانتاج ديالو، كيدير فيديو يوميا ولا جوج في النهار. علاش؟ لان كاين التافهين اللي ما عندهم لا ضمير لا حتى شي حاجه وكيتفرجوا ذاك التفاهه. حنا كدير حاجه نقيه، حاجه عائليه كذا، ما كيتفرج فيك حد، ما كيتفرج فيك حد. ملي كندير انا فيديو كنتعب عليه ونخدم عليه وكنسافر كما شفتو، كنسافر كنمشي لشي اماكن وكذا،
وهذا الشيء داخل حتى في السياحه. يعني الا تفرج فيا انا شي واحد من برا المغرب ولا شي حاجه، ماشي جا السياحه المغربيه. لكن محمد اسمح لي نقاطعك، كاين بعض المتتبعين ديالك اللي كيقول لك بدل المحتوى ولا بدل داك الروتين وداك الاغاني وداك، باش كتجاوبهم؟ كنجاوبهم، انا عندي يوتيوب ستوديو، هذاك اصحاب اليوتيوب عارفين بان داك ستوديو يوتيوب كيكون فيه الاحصائيات وكيعرفوا الفيديوهات اللي عليها الاقبال واللي ما عليها الاقبال. انت ملي قلتي بدل المحتوى ولا هنا، غادي نعطي معلومه كاع المشاهدين اللي كيعرفوا، ادخلوا القناة ديالي، سيروا الفلوقات اللي كندير، سيروا المواضيع اللي كندير، لان كاين منوعات سيما، كاين اغاني، كاين فلوقات، كاين مواضيع الساعة اللي كنهضر فيهم مختلفين وداكشي، كلشي هادشي كندير. تمشيو تشوفوا داك الفيديوهات عشان تلقاو، سيروا نادو، مواضيع مهمة، وكاين شي احداث تكلمت عليها قبل ما توقع وقعات، كتلقى المشاهدات ضعيفة وقليلة. سيروا الاغاني اللي كندير كتلقى مشاهدات مرتفعه. شكون هذا اللي كينتقدني علاش كندير الاغاني؟ بالعكس راه هما اللي مدخلين لي المشاهدات. اما داك المجهود اللي كندير انا وهذا ما مدخل لي والو. ملي كتلقى فيديو ما فيهش 60 مشاهده وكندير اغنيه واصله تقريبا 200 الف مشاهده، هنا كتشوف الفرق. اذا محتاج الدعم، محتاج التشجيع، ما كاين والو، علاش ما كنديرش الفيديوهات انا واصل؟ دابا ولكن محمد اسمح لي نقاطعك، كاين واحد الفئه من الجمهور كتقول لك بدل المحتوى، دير شي محتوى اللي قصير وشويه دخل والخرج في الهضره، وشويه ديال الحماق، شويه ديال اول حاجه نسيتها حنا في هذه الجلسه هذا المنظر، وكنعرض على المشاهدين، مرحبا بكم، مرحبا بكم، شاد تخدم عائليه هي اسمك لارا. شوف الناس الاخ محمد، كلمه اخيره للجمهور المتتبعين ديالك والاصدقاء والعائله. الزراعه ما تخش الكلمه اللي نقدر نقول، اشكر الجميع، اي واحد فرج فيها كانوا قلال كثار، هما قلال صراحه يعني، لكن كنحترم الجميع. واحد الكلب من بعد الدراري خلعهم، وكنشكر على الناس اللي ساندوني من اول يوم، الاصدقاء المقربون وكذلك الوالده، الوالده خصوصا هي كتسالك امنه بيا وكتشوفني كنبعد على اليوتيوب وكتشجعني كتقول لي غادي توصل غادي دير غادي دير، يعني امنه ومصره. واخا هي كتبغي تقول لي ندير شي فيديوهات شعبيين عاديين، المهم عندها فكره ومؤمنه بها، وان شاء الله نتمناو هادشي يتحقق، هادشي اللي باغا الوالده. كنشكر الاصدقاء ديالي اللي كيتفرجوا فيا، الناس اللي خدامين معايا هما كيشجعوني كيساندوني، وهذا ما كان اي واحد تحت جديد راه كنشكرو، القدام كنشكرو، كنتمنى يكون واحد شويه ديال التفاعل والبارطاج، ولا كاين شي انتقادات بناءة ولا شي ملاحظات يقولوها لي، إذا كان شافوا شي حاجة في ماشي هي هذيك يعطيوني النصائح ديالهم، يوجهوني لأنه مش حاجة باش أنا أستفيد من داك الشيء، إذا عندهم شي فكرة أو شي حاجة بغاوني نديرها مستقبلا يعطيوني الأفكار ديالهم، وأنا ندرسها ونشوف نختار الأحسن ونديرها إن شاء الله. في نص دقيقة ولا دقيقة محمد، قلنا على هذه البلاصة وباش كتنصح الناس يجي يزوروها وشنو تقول لهم عليها؟ أنا كيف قلت في الأول، أنا سنين وأنا هنا في طنجة أول مرة نكتشف أنا هذه البلاصة، كنت كندوز من حداها ولكن أول مرة ندخل. بلاصة رائعة انت ما كتشوفو، خضورية، الطبيعة، الهواء نقي، سمعتو العصافير، كاين العصافير الصغار، العصافير الكبار، وكاين راماتشو، المهم آمين آمين. كمل مع الجمهور ديالك، صور لهم اللعيبة، صور خليني ناكل، هاك تعال تسالي وضرب شي دويرة شوف شنو صور.